طبعا هو مسألة الدولار مسألة معقدة جدا وبتأثر في حاجات كتير. يعني لو هنتكلم كده يمكن على نحاول احنا نسمع على ثلاث حاجات أساسية. رقم واحد، شركات الإنترنت في مصر النهاردة اللي هتحاول ان هي تعمل، هدي لك مثلا، تعمل حاجة مثلا زي أبليكيشن. لما اجي نعمل أبليكيشن في مصر او إنترنت، مشروع ليه دعوة بالإنترنت في مصر، هحتاج ان انا هسوقه اساسا على بيج فورماتس زي جوجل، فيسبوك، حتى عندنا في دي ام اس كشركه شركات شويري. النهارده معظم الشركات زي جوجل وفيسبوك بياخدوا الفلوس بالدولار، فبقى عشان تحاول انك تجذب مستخدم واحد او تاخد الكوست بير كليك لمستخدم واحد عن طريق جوجل، لاتس سي كان بدولار والدولار ده كان ب7 جنيه من سنتين او ثلاثه، دلوقتي بقى داخل في ال15. فبقى عشان تجيب كل مستخدم يتفرج على الاب بتاعتك او تحاول انك تعمله انتدكشن للويب سايت بتاعك، بقت محتاج انك تدفع تقريبا الدبل، فالكوست بتاع انك تجيب مستخدمين بدا يزيد. ودي اول حاجه صعبه جدا في الموضوع. تاني حاجه هي موضوع تاثير الدولار على الايكونومي ان جنرال او على الاقتصاد عامه، ودي حاجه مهمه جدا. الانترنت اقتصاد مش محتاج ضخ فلوس ضخم، بس محتاج ناس بتشتغل صح ومحتاج ناس بتحل سولوشنز. التالنت، الناس اللي عندهم تالنت النهارده للاسف الشديد كتير جدا منهم بيروحوا بلاد مختلفه، بتلاقي التالنت ده بيروحوا الاماكن بتوفر لهم او بيبقى سعر الدولار فيه، مش بسال بقى سعر الدولار بس، بيبقى فيه بنيه تحتيه زي ما انت قلت احسن، بيبقى فيه اوبورتونيتيز احسن ليهم هناك، بيبقى تفاصيل كتير مش هخش فيها، بس الموضوع بيبقى احسن اوفرول. فالتالنت بول اللي بنسميه التالنت بول بيبدا ان هو يتحرك من بلد لبلد لما نلاقي ان الاقتصاد في البلد دي بدا ينزل، ودي مشكله كبيره. انا كنت عايش في امريكا لفتره في سان فرانسيسكو، وما شاء الله يعني التلات المصري اللي عندنا في سان فرانسيسكو من احسن الناس الموجودين هناك، ودي مش حاجه بس بقولها مجامله ان انا في مصر، بس دي حقيقه. فايه السؤال هنا، ايه اللي ما يخليش الناس دي تنتج بالطريقه دي هنا؟ وده سؤال كبير. اظن الجزء الثالث في مساله الدولار هو الفورن انفستمنت في مصر. يعني لما اجي انا شركه بتعامل كل الفاينانشال بتاعتي بالدولار، وانا شايف ان الجنيه دلوقتي قاعد بيزيد بطريقه مهوله مقارنه بالدولار، فالدولار قاعد بقى الدولار ب 15 جنيه زي ما انت بتقول، بيبدا ان كل الجنيهات اللي بتخش لما تيجي تعملها ترانسفير للدولار قليله جدا. فلما انا باجي في الفاينانشال سيستم بتاعي، حتى لو مصر مثلا كانت 20 او 15 او حتى 10%، بنفس ال 40 مليون اللي كانت بتيجي دي مثلا بقت مصر 4 و3%، فالسيجنيفيكنس بتاع السوق المصري قل للشركات العالميه، ودي طبعا حاجه مؤسفه، بس ان شاء الله خير، وان شاء الله يعني الموضوع ده يتظبط في القريب.